بيان سور معناها اني كيف ما قلت نحكي معناها ادفيرسير معناها ماهوش خايب ما عنده ما يخسر جاي هوني باش يلعب كوره نحن الاوبجيكتيف نتاعنا ما نقبلوش هذيك هو الاوبجيكتيف بعد ديك ننتصروا مع الاقناع ما ان شاء الله ومن بعد ديك معناها يقعد تحضير للشامبيونا خاطر جينا دي ماتش معناها صعب برشا معناها مش باش يكونوا سهلين باركور صعيب بالنسبه لي نحن لازم نخدموا على رواحنا ونكونوا حاضرين ان شاء الله سامحني كان ما يبدا ما عندكش افكتيف قوي وتنجم تبدل علاش تلعب على الشامبيونا معناها لازم الناس الكل يبداو حاضرين اللي المدرب يكون يشوف فيه معناها الثقه باش يلعب وباش يقدم مردود لازم يقدم مردود طيب سي تان اوبجيكتيف و ميم طون اوبليجي علينا باش نقدموا مردود على خاطر عندنا برشا معناها تو كيف ما نقولوا الناس الكل معناها متغشين علينا خاطر مانيش نقدموا في مردود طيب مي قاعدين ننتصروا اللي هي الحاجه اللي معناها اهم حاجه معناها هذول اللي فما جواريت يستحقوا باش يلعبوا انا واحد من الناس نفرح كي خاطر برشا جواريت قاعدين يترنوا بالكدا وما خذاوش فرص نتاعهم نفرح كي راهم في التيران خاطر يظهر لي باش يوصل لي يلعب في الاسبيرونس يعني عنده لي كاليتي فما برشا جواريت سنة بوتيتر ما لعبوش برشا ان شاء الله ياخذوا فرصه نتاعهم الجمعه هذه وياكدوا اللي هما مش برازال موجودين في الاسبيرونس واللي ما لايق تلعب بلاصتهم